خانك تلس الهود لو تطور امدور ما بيننا بلاد فركة كعب حسستني ما بيننا بحور لو بنصعد عندك نعمل بارتي تهور من البارني باربي تشوف ليش بغربي باربي كيو. انا مش سياسي ولا طالع بناقش قضايا في قناة تلفزيونية فاهم، انا مش لابس جرافطة في بقي. مخك خانك تدس الهود لو تطول انضو ما بيننا بلاد فرك الكعب حسستني ان ما بيننا بحور لو بنسقط عندك نعمل بارتي تهور نقلب بارني باربي تشوف ليش بغربي باربي كيو. لا يعني هو فاهم، هي اللي هو المزيكا من هنا واحنا من هنا والدنيا كلها من هنا فاهم، فهي دي الورديان بقى. انا 19 سنه ان شاء الله 22 سنه تكون الورديان ديت ايه عاصمه جمهوريه مصر العربيه. انا في المدينه دي كتاب مفتوح همشي لبعيد لحد ما تدوم، مش بتحبني بتخون يا مغروره ولا تيجي جنبي ايه سكران في الشارع زي اللي جلس اتنين بالليل اتنين بالليل 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 عايشه في ضلمه ما شفتش. اول سنه دخلت فيها الكليه كنت داخل بقى اللي هو ايه كليه مش شرح ثانويه عامه وشد وبتاع، قعدت شد 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 كان اي حد تعوج عليه كنت تعوج عليه ومش فاهم ان الدكتور مش شبه المدرس وبتاع فسقط. انت هتعمل عليه دكتور على فكره، انا دكتور انا كمان فاهم، انا دكتور في المزيكا دكتور التراب شيت. ترامك يمكن كان نتكلم عن الفلوس، ملخص تراك من اوله لاخره فلوس والحياه بالفلوس ماشيه ازاي. كتبت التراك ده لما سبت فودافون، ما افتكرش ان انا فودافون كنت محتاج اي حاجه غير الفلوس. مع الوقت انا ابتدى يبقى معايا فلوس بقيت باصص الموضوع ان هو ايه، كل ما يبقى معاك فلوس انت عايز فلوس اكتر، انت طبقه متوسطه عايز تبقى طبقه غنيه، انت طبقه غنيه عايز تبقى طبقه غنيه فشخ، انت طبقه غنيه فشخ انت عايز تبقى حسني مبارك. عايزين المال عايزين المال خلي لك راحه البال، سيب لي الكاش سيب لي الكاش سيب لي الكاش يعدل لي الحال يعدل لي الحال لو خد شهور وايام صبرك بال صبرك بال صبرك بال. عايزين فلوس تجيب فلوس فلوس طموحي اخاف من الفقر وما خافكوش الفقر كابوسي، عاملنا ناس قال اخوات في ضهرك ينهشوك كلاب يبيعوا كل قريب وبعيد من حبهم في المال. الفلوس بتعمل ضهر الفلوس تجيب الفقر الفلوس تجيب القهرة، ما تخليش الغلط صح تغر بيها وافتكرها ارض صلبة مش صلبة، عمرك ما تقدر على قدرك امتى وفين الضر. يمكن من اب يمكن من صاحب يمكن اخوك يمكن من الشارع يمكن من حب يمكن مجهول، يمكن من اب يمكن من صاحب يمكن اخوك يمكن من الشارع يمكن من حب يمكن مجهول يمكن من اب يمكن من صاحب يمكن اخوك يمكن من الشارع يمكن من حب يمكن مجهول يمكن من اب يمكن من صاحب يمكن اخوك يمكن من الشارع يمكن من حب يمكن مجهول. يا رب شيل بلاك من علينا عرفنا مين معانا ومين علينا، يا رب انت اضرب شغلنا علينا بنعمل راب مش ميت نحلة وميت دور ويلة. يا رب شيل بلاك من علينا عرفنا مين معانا ومين علينا، يا رب انت اضرب شغلنا علينا بنعمل راب مش ميت نحلة وميت دور ويلة. عايز تبص في وش الشخص كده تعرف ان ده تبعك ولا مش تبعك، او يعني على الاقل بيخاف عليك او مش بيخاف عليك. الناس اللي النورديان ما كانتش تعرف ان انا بعمل راب ما عدا اللي هو الناس القريبه اللي هو صحابي انا مثلا من خفاجه او من كده، او صحابي اللي في المنطقه اللي هم في الشارع اللي هم الناس اللي بنزل اقف معاهم في الشارع عندي فاهم. طبعا الحظ والصدفه وقفوا جنبي، لان من غير الصدفه كان في ناس يعني كان ممكن في الشارع ما يسمعش التراك مثلا فاهم، كان ممكن السادات ما يسمعش التراك، هو ممكن يكون تراك جامد وفي حته تانية زي شبه تراكات كتير جامده في حته تانية. كون الناس دي شافتك فمعناه ان هم مؤمنين ان فعلا ده مستقبل الموسيقى في مصر، او مستقبل مثلا الحاجه اللي هتنتشر على اودان الناس، او الحاجه اللي الناس اللي في سننا احنا على الاقل هيحبوها، الحاجه اللي عايزين يرقصوا عليها، الحاجه اللي هتحركهم الويف. تي ان تي كان الفصل فعلا، تي ان تي كان تغيير حياه بالنسبه لي. احنا قاعدين في قهوه فاهم، والنت بقى بتاع القهوه كان اسرع من عندي في البيت وبتاع، فالديسكريبشن اتكتب وكل حاجه تمام، انا قاعد بدعي بقول انه يا رب التراك ده يجيب 10,000 فيو الشهر ده. التراك عمال يجيب في فيوز اللي هو جاب 1000 دلوقتي في الساعه ديت، فلا انت كده ده انت كده بايه؟ انت كده خلاص مفيش حد مش هيسمعك. اتشحفت طبعا، فانا رحت جاي اللي عالق فيلو اللاب ويلا بينا نمشي عشان لو قعدنا قدام الجهاز هنتسوح، اللي هو هنفضلوا قاعدين كده 3 ساعات ما بنعملش غير احنا ايه؟ بندوس الفليش وبتاع ونهيص فاهم؟ لا اليوم ده مش هيتكرر خالص فاهم؟ بنخرج الطاقة
ثقافة انت تهز كتافك قمة الساعة تزمت رابر احنا رابرز فرق كواليتي فرق بين IQ باتا كيرلس اكني مصري جدا جاهنا كفحنا في مجالنا فقمة مكاننا الاساسي رافعين راس مصر احنا علمنا الاساتذة بالنسبة لكم كلامنا فولاذ فلو لعبة من بطن الارض احنا جيل جديد فرغنا الطاقة من سبع رميت فخلصنا البحر حسدونا دي لقيت عشان مش ناصك يا معرفتك كسبت وما كسبتش بلدك صوتي بعمل فن الشارع انت بتعمل مسامع صوتي بعمل فن الشارع انت بتعمل مسامع قلت لكم انكم سكتنا مسالكة تركتكم دي كارثة انت اوفر مش حاسة غير نعدل المايلة اما بسامح مش بنسى عادي بنحس بالوجع انسى بغني للهم يرصلي ويداب دليلي اللي مش فاشل ان عندي اعداء امي وصلتني قافله وكلام كلامي سوداوي بنام في سرداب اكني بترجم لقفه كلام بنغني للحرب في يوم السلام مش هتبقى بص ما بترميني بحساب بدينا من تحت اتفحتنا وحردنا محدش فيكم عاش حياتنا